السلام عليكم الاخوان. واحد الموضوع بغيت نبارطاجي مع الناس اللي عديمين الشخصيه. كاين واحد النوع اللي ما عندوش شخصيه. نقول لكم هذا النوع اللي ما عندوش شخصيه. كاين واحد النوع اللي كتقدر تعجبو دريه كتعجبو هذيك الدريه، ولكن ما يقدرش يهضر معاها، ما يقدرش يمشي يعبر لها الحب ديالو، ما يقدرش يتواصل معاها مباشره. نقول لكم علاش. كاين واحد النوع ثاني كيكون عنده معاك مشكل هداوه، ولا مطايف مع شي واحد وبغى يدابز مع شي واحد، حتى هو ما عندوش شخصيه، ما يقدرش يدابز معاك حقاش ما عندوش شخصيه. نقول لكم علاش. هاد النوع هو اللي كتلقاه حتى كيمشي كيعمر الكارت ميموار ديالو بالشريبه، ولا يضرب القرقوبي وكذا، عاد يبدا يقول لي مناري عندي مشكل مع فلان اليوم نفاري معاه كذا، فهمتيني؟ عندو باغي يدور على ديك الدريه، تا كياكل القرقوبي ويشرب عاوتاني، عادي مشى عندو يقول لي شوفي انا من شحال هادي كدوز من حدايا وكتعجبيني وما قدرتش نوجع عندك علاش ما تمك شخصيه الخواف؟ علاش تا كتقرقب وتشرب، عاد كتنوض تمشي عاده، وعاد تمشي تهرس طوموبيلات، عاد دكدك، عاد تقول انا اللي فارض شخصيتي، انا اللي كاين، انا كذا. ملي كتكون كاب ليها وضارب قرقوبي كتخيل راسك سبع، والغد ليه مشيش كي مشاش، بحال الحمار اللي كيشوف راسو في المرايه كيبان ليه راسو عود بحال هكا. انت انا ما عندش امك شخصيه، علاش خواف؟ بغيت نعرف علاش خواف، علاش ما كتقدرش تواجه المجتمع بحال اي هو انسان، فهمتيني؟ حيت الراجل راه هو الشخصيه، هو الا عجبتك شي وحده وبغيتي تنوي معها الخير وكذا، راه خصك تمشي عندها ساحي بكل قواك العقليه وتواجهها وتشرح ليها وتناقش معها وتحاور معها، ماشي تتكب لي عاد مش عندك الكلب والريوك خارجين وكتخروا بلاشينا نشرح ليك كيفاش وكذا وهي وتا كيطيح مع شي واحد اللي كيشد دين امك، شي واحد كينخشن امك بالهضره مزيان في الدرب، كتبقى حاقد كتبقى تعمر في الكارت ميموار، كتمشي كتجيب الطاسه هكا الكاس كتبقى تشرب عليه، تا كتحس براسك سبع كدا تنفخ سبع، وفي الاخر كتمشي كيولي سالخ، كتمشي كيسلخك. علاش؟ حيت دابا انت ملي شربتي اش كيتخيل لك راسك؟ قبيح حاكم لا زون، كنت تخيل تصنت بلال هبالي هبالا انا هادي كذا، ديسكات كيزعموا فوق وكيخوروا فوك وانت شنو عندك، وكتنفخ لك الصدر وكنت تخيل راسك الجنويه غتجبد وغتدور فيها بحال ذوك الافلام ديال الهنديه وغتدور درب على كادو كذا وغتضرب بنادم سي زوال، هذاك الشيء راه كله غير اوهام وحلم ما كاين منه والو، غير فيق لامك فيق الخواف تعبوك، وكون راجل وخرج واجه المجتمع واجهو بكل شخصيه وكل. اما مخدرات فهمتيني، راه كاع كنتبوقو، ولكن ملي كنبغيو نقضيو اغراضنا راه كنواجهو المجتمع، ماشي بحالكم مخبي بحال المشيش مريح كي الكلب، ما قادرش تواجه تتقرقب وتشرب، والغد ليه يدوز عندك يقول لك اسمح لي كتسكران، اسمح لي كتمقرقب، راك انت غير خواف، فراسك الداخل ديالك خواف. انا كنبغي انسان اللي يكون عنده شخصيه قويه، اللي يكون فارض الوجود ديالو، اللي يكون فارض لازون، الحاكم لازون، كيكون بلا بواقه بلا والو، كيكون كاين، فهمتيني؟ وبغيتي تخدم خدم، كتخدم بعقلك، راه ماشي تتكب ليها وتقرقاب، راه ماشي الحل هو تقرقاب وداك تاكل البربوقه، راه كاع ناكلوها ونخلوها هي تهضر، ولكن لا، انا كنبغي نخرج داك الشيء اللي عندي لداخل، نحس براسي انا كاين، فهمتيني؟ وهذه رساله لاي واحد خواف، خرج من هذيك القوقعه وما تبقاش خايف، بلا ما تبقى تقرقب ولعبات، عاد دوي وانت ساحي، كل قواك العقليه، ولا عجبتك شي وحده سير قصدها. حد الدريه راه محتاجه الراجل، محتاجه الواحد اللي عنده شخصيه، ما محتاجاش واحد بحال الفوطه ديال العراس اللي يجي يمسح في يده. يلا تحياتي من عند بورقالي، الله يعاونكم.